يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشرة أمثالها، والحسنة بعشرة أمثالها. كان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لا يكادون يتجاوزون عشر آيات حتى يحفظونها ويعملون بها. من عظم ما فيه عظمه الله، ومن أراد الله به سوءا عافانا الله وإياكم، لم يجعل الله في قلبه تعظيما لكلامه. وقد مر معكم وقلت هذا مرارا: الحجاج سفك من الدماء ما الله بها عليم، ورمي بالفسق، وأجمع أهل زمانه على فسقه، ومع ذلك كان يعظم القرآن ويعظم حفظته ويجل أهل القرآن ويعطيهم العطايا. فلما أدركته المنية وحضر موته ألهمه الله أن يقول: اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر لي، اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر لي. فغبطه الناس، وأولهم عمر بن عبد العزيز، على هذه الكلمة، لأنها كلمة توفيق من الله أن يقولها عند غرغرة روح، لأن فيها من استدراج رحمة الله، من استدراج رحمة الله ما فيها. ولعل هذا والعلم عند الله لما كان في قلبي من تعظيم من يعظم القرآن وحبه لمن كانوا في الأمة آنذاك في زمنه يحفظون القرآن.